يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. النهاردة أكيد هيكون يوم مهم ومميز بالنسبة لنا كلنا كأهلوية، هيكون عندنا كمان العديد من الأخبار اللي بتخص النادي الأهلي أو أيضا أخبار المحلية وبعض الأخبار العالمية، لكن الأهم والحدث الأبرز بالنسبة لنا كلنا النهاردة هو مباراة الأهلي وتاونشيب في الجولة الثالثة من دوري المجموعات ودور الستاشر بدوري أبطال أفريقيا، وهي مواجهة غاية في الأهمية بالنسبة للجهاز الفني للاعبين لكل جمهور النادي الأهلي. إن شاء الله من خلال هذه المواجهة يقدر النادي الأهلي يعدل أوضاعه، يقدر يفوز بثلاث نقاط هتكون هامة جدا في مشواره الأفريقي، خصوصا بعد ما أول مباراة تعادلنا مع الترجي 0-0 والمباراة الثانية خسرنا أمام فريق كامبالا سيتي بنتيجة 2-0، فالأمور بالنسبة لنا يمكن صعبة شوية، لكن إن شاء الله رجالة النادي الأهلي من خلال مباراة اليوم قادرين بشكل كبير جدا إن هم يحصدوا ثلاث نقاط مهمة قبل مباراة أخرى إن شاء الله بعد 10 أيام هناك في بوتسوانا، ومواجهة أخرى مع فريق تاونشيب نقدر إن شاء الله إن احنا نفوز بثلاث نقاط أخرى عشان يتم تعديل وضع النادي الأهلي في جدول دوري المجموعات وبتحديد هذه المجموعة، وللنادي الأهلي في هذه اللحظات لحد دلوقتي هو الأخير في المجموعة دي، يعني ما كان مش معتادين عليه خالص كأهلوية. إن شاء الله هنقدر بشكل كبير جدا إن احنا نفوز ونقدر نأدي بشكل جيد جدا تحت قيادة فنية جديدة بقيادة مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، ومعاه الكابتن محمد يوسف المدرب العام، وأول مباراة رسمية بالنسبة لهذا الجهاز وأيضا مباراة رسمية بالنسبة للاعبين من فترة كبيرة جدا النادي الأهلي ما كانش بيلعب، وده بيبقى خبر مهم وخبر هام جدا بالنسبة لكل الأهلوية اللي بيبقوا متشوقين جدا لمشاهدة ورؤية نجوم النادي الأهلي في المباريات الرسمية. إن شاء الله يبقى يوم سعادة وفرحة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. لكن خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي سريعا، والأهلي يصل ملعب برج العرب في الساعة 7:30 إن شاء الله. الفريق دلوقتي لسه موجود في مقر الإقامة، هيتحرك إن شاء الله الساعة 7:15 وهيوصل إن شاء الله ملعب المباراة قبل 1:30 بالتحديد 90 دقيقة قبل بداية هذه المباراة. لكن خلينا سريعا نقرب من الصورة ومن الحدث بشكل أكبر ونروح لزميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. يا كريم مساء الفل عليك. ليك يا زميلي أمير، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. طبعا عايزين نطمن من خلالك إيه الأخبار، أنت معك أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي في هذه اللحظات؟ بالفعل، يمكن زي ما بقول في البدايه يمكن معايا الدكتور طبعا شريف فؤاد المتحدث الاعلامي طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي، لكن قبل ما اروح للدكتور شريف فسريعا، اجواء مطمئنه، الحاله المعنويه مرتفعه جدا، في تركيز شديد هنا داخل معسكر فريق النادي الاهلي، وصول الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، دكتور مهند مجدي، مهندس محمد سراج الدين اعضاء مجلس الاداره بيصلوا بالتتابع طبعا هنا لمؤازره فريق النادي الاهلي كالعاده. لكن لو بنروح طبعا للدكتور شريف فؤاد، برحب بيك طبعا دكتور في البدايه، مباراه غايه في الصعوبه غايه في الاهميه، لكن حالة التركيز اللي احنا شايفينها يمكن الامور بالنسبة لنا ان شاء الله تصب فيها المصلحة، جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير جدا، عايز ابدا معاك مع المباراة كيف تراها بخبرتك الكبيرة، والنادي الاهلي النهارده ممكن يحقق ايه في المباراة دي؟ انا اولا بشكرك كريم، شكرا جزيلا على وجودك وعلى تعبك وعلى يعني تعب فريق العمل، وتحياتي الامير في الاستوديو ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. يعني خليني اقول لك بروح الجمهور وبروح المشجع، هي مباراه مهمه جدا، النادي الاهلي موفر كل الامكانيات او مجلس الاداره للجهاز الفني اللي بيشتغل في حال تركيز كامل، وان شاء الله يعني الفريق يؤدي مباراه طيبه ويحقق طموح الجماهير وتكون بدايه لعوده الحقيقه الفوز المتتالي في هذه المجموعه الصعبه او اللي يعني موقعنا فيها في حال ما يرضيش جمهور النادي الاهلي، لكن في حاله من التفاؤل. خليني اقول لك كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت يعني يمكن وصل ظهرا، ان شاء الله هيلتقي اللاعبين لتحفيزهم، التقى بيهم ايضا اول امبارح، مجلس الاداره كله على قلب رجل واحد زي ما انت ذكرت مهند مجدي ومحمد سراج، اضيف كمان خالد مرتجي وخالد درندلي من حفظ الالقاب طبعا كلهم وصلوا،
الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، منتظر ايضا ان ينضم لنا الاستاذ ابراهيم الكفراوي وطارق انديل ومحمد الجرحي، الدكتوره رانيا علواني يمكن، ومحمد الضماطي لظروف السفر ربما لن يتمكنوا من الانضمام، جوهر نبيل ان شاء الله موجود. فالحقيقه انه مجلس اداره النادي الاهلي كله بيوفر الدعم المعنوي واللوجستي للفريق. جمهور الاهلي متعطش، يعني احنا الحقيقه سعداء واحنا جايين من القاهره طول الطريق بنشوف جمهور الاهلي جاي في سيارات مجمعه وفي اتوبيسات، وقفنا واتكلمنا معاهم، كان يعني كنت في نفس السياره اللي فيها الدكتور مهند مجدي والمهندس محمد سراج وكان الكابتن عبد العزيز الشافي المدير الرياضي ايضا كنا بصحبته. الجمهور الحقيقه في رحله لطيفه جدا، سالناهم يعني اذا كانوا تعرضوا لاي مشاكل لاي مضايقات، بالعكس كانوا مبسوطين وبيغنوا. رجال الامن الحقيقه مديريه امن اسكندريه ورجال المنطقه الشماليه العسكريه القوات المسلحه بيبذلوا جهد كبير جدا، احنا بنشكرهم الحقيقه، تعاون كامل بين النادي الاهلي وبين كل الاجهزه بحيث ان هذه المباراه تخرج بالصوره اللي تليق في ظل حضور جماهير صحيح قليل وما يرضيش طموحنا، لكن مستقبلا ان شاء الله تكون مباراتنا في القاهرة وفي ظل حضور جماهيري كبير بعد أن استوعب في تقديري الجمهور وبعض العناصر القليلة الدرس والمشكلة اللي حطونا فيها بعد مباراة منانا. احنا بنبدأ بداية جديدة، بنراهن على جمهورنا، كلنا ثقة انه سيوفر الدعم الكامل النهاردة للفريق بالتشجيع اللي دايما بيميز جمهور النادي الاهلي، الروح الرياضية والمثل والقيم بعيدا عن أي سجال أو مهاترات أو التعرض لأي جهة أو شخص. فلا أنا متفائل وإن شاء الله بنتمنى أنه الفريق الأول النهاردة يعني يفرح هذه الجماهير ويخرج بنتيجة كبيرة تريحه في مباراة العودة وفي باقي مباراة المجموعة إن شاء الله. توضيح سريع ومهم لازم ناخده من حضرتك، الجمهور يمكن الناس اجتهدت شوية وقالت إن في جمهور اتخذ والشرطة بتتعامل مع الجمهور بشكل غير لائق، لكن عايزين نوضح الأمر ده لأنه مهم جدا لكل جمهور النادي الأهلي. خليني أكون أمين معاك، على ما يبدو أنه اللجان الإلكترونية والسوشيال ميديا ما زالت تلعب دور في محاولة بث الفرقة وإثارة القلاقل في هذا البلد، مش بس بين أوساط جماهير النادي الأهلي وبين جهاز الشرطة. اللي حضرتك بتقوله ده وصل لنا الحقيقة وإحنا في الطريق. المدهش أنه كنا بنقف في كل نقطة، يعني كان حريص المهندس محمد سراج والدكتور مهند مجدي وأنا معاهم وكمان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي في ان احنا كل ما نجد نقطه فيها جمهور او مكان استراحه ينزل اعضاء مجلس الاداره ويتكلموا معاهم ويسالوهم اذا كانوا تعرضوا لاي مضايقات، هل معاهم تذاكر، الاجراءات الامنيه. الكل اشاد قالوا لا احنا جايين في رحله ما فيش اي امن تعرض لينا، الناس بيتاكدوا بس ان احنا معانا التذاكر وبيساعدونا وفي معامله راقيه ومحترمه جدا من اجهزه الامن. فانا باكد لك كريم ان دي محاوله الحقيقه من بعض هواه الصيد في الماء العكر على مواقع السوشيال ميديا لاثاره المشكله واثاره فتنه، واحنا بنحذر من مثل هذه الامور وجمهور الاهلي واعي. والحقيقه لم يتم توقيف اي يعني عضو من جماهير النادي الاهلي او اي مشجع من جماهير النادي الاهلي في الطريق، بالعكس احنا لغايه ما عدينا على الاستاد وصلنا للفندق هنا مقر اقامه الفريق الاول، الحقيقه الناس في منتهى السعاده ومفيش اي مشاكل، واحنا اتكلمنا مع رجال الشرطه الحقيقه في الطريق كل تعاون وبيبذلوا جهد خرافي وواجبنا ان احنا نساعدهم لان هم بالاساس جايين يامنونا. فلا انا باكد لك انه الجمهور في خير حال، مفيش اي تعرض لاي حد، اجهزه الامن والشرطه والقوات المسلحه بتؤدي دورها على اكمل وجه، احنا بنحييهم وبنشكرهم الحقيقه. شكرا جدا دكتور شريف، شكرا، شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا ليا دكتور شريف فؤاد المتحدث الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي. مستمرين معاك زميلي امير مع جمهور النادي الاهلي، من ضمننا كمان للدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي اليوم، في الجهاز الفني، في الجمهور الكبير ان شاء الله اللي هيبقى ليه مفعول السحر. كيف ترى المباراه؟ الظروف صعبه لكن عندنا تفاؤل كبير ان شاء الله دكتور مهند. والله احنا في تحدي كبير ولازم الناس تبقى عارفه ان احنا في تحدي كبير جدا النادي الاهلي بيمر بيه في مجالات كثيره جدا. النهارده ده جزء بسيط من التحديات اللي احنا بنمر بيها كلنا كفريق كوره في مشواره في البطوله في دوري ابطال افريقيا، كمجلس اداره، كجماهير، كلنا عندنا تحدي كبير. الحمد لله لحد دلوقتي ما شاء الله كل واحد قايم بدوره على
اكمل وجه طول ما احنا موجودين. احنا لسه واصلين حالا يعني بنتابع الاخبار وبنشوف الناس الموجودين، جماهير اكثر يعني من رائع في تواجدهم، في التزامهم بالتعليمات، في ان هم ملتزمين بكل التعليمات اللي بتتوجه لهم. الناس اي تعليمات بتتوجه لهم بينفذوها، لان شايفين في عينيهم ان هم جايين لرساله معينه، كل واحد مجنب اي حاجه شخصيه او اي خلافات او اي حساسيات، وجاي يركز بس على ان الفريق النهارده نرجع بالمكسب. فده دور الجمهور، وان شاء الله هيكمل على خير وهيتوج في المدرجات، وباذن الله هيترجم باذن الله بنتيجه ايجابيه برجالتنا اللي موجودين في فريق الكوره، مع المدير الفني، مع الجهاز الاداري كله. باذن الله النهارده احنا متفائلين خير، وواثقين ان شاء الله من النتيجه، واثقين من ان كل واحد وصل لقدر انه حاسس بالمسؤوليه. كلنا، كل واحد في منصبه، اذا كان اعضاء مجلس اداره، اذا كان الجماهير، اذا كان الفريق، اذا كان الجهاز الاداري، اذا كان انتوا كاعلاميين، فالحمد لله يعني كل واحد قايم بدوره. شايف حاله من التركيز رهيبه جدا، الدنيا هاديه جدا، كل واحد ملتزم، كل واحد حتى لو متضايق من حاجه او كده مش بيتكلم فيها، معديها، لان احنا جايين على هدف اكبر، لحد ما ان شاء الله الامور واحده واحده هتتحسن. احنا بنشكر الجماهير على دورهم لحد دلوقتي، الحمد لله قايمين على دورهم باكمل وجه، وبنوعدهم بان اللي جاي افضل باذن الله، بس لازم كلنا نستحمل شويه الفتره دي. واحنا كمجلس اداره مش مقصرين خالص، بل بالعكس احنا شركاء معاهم في نفس التحدي. مش عايز اقول انه في اي حاجه ثانيه، هو خلينا نقول التحدي، فاحنا شركاء معاهم وهنقوم بدورنا على اكمل وجه باذن الله، ومش هن مش هن يعني هن نوفر اي مجهود في سبيل ان احنا نرجع باذن الله كجماهيرنا تبقى في يعني الاستاد يبقى فول كاباسيتي زي ما بيقولوا، وعلى ملعبنا ان شاء الله باذن الله في القاهره ان شاء الله. خدنا رساله الجمهور، لكن اخد منك رساله لعيبه النادي الاهلي. احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، مش محتاجين رساله، لكن اما بتيجي رساله من اعضاء مجلس الاداره المؤازره بتبقى ليها دور كبير، لان كلمات الكابتن محمود الخطيب سواء في الاجتماع او في الكلمه التي اذاعت من خلالنا كان ليها مردود كبير جدا على اللعيبه وعلى الجمهور. يا استاذ مارك، والله اللي بيدور واللي بيحك في للنادي في حوالين النادي او للنادي او للكوره او لاسم الاهلي مش خافي على حد، وبالتالي كل واحد زي ما بقول لك، اذا ما كانش هيبان النهارده، اذا ما كانش الناس معدن اللعيبه ومعدن الاهلاويه اللي بجد كلعيبه وجمهور وكناس مسؤولين، هو بيبان في المواقف اللي زي دي. وهناخد في الفتره دي او في الموضوع ده مده، فلازم الناس تبقى عارفه ان احنا قدامنا فتره من تحدي كبير. فاللعيبه طبعا عندها قدر كبير جدا احنا بنثق فيهم، وده زي ما قلت لك هيترجم باذن الله لنتيجه ايجابيه النهارده. الفريق بقاله كتير جدا غايب عن انظار الجماهير، وكانوا الحمد لله قافلين على نفسهم كويس جدا في معسكر داخلي وفي معسكر خارجي، ودي احنا حاجه لمسناها انها حاجه كويسه، ان الجماهير الفريق قافل على نفسه كويس بعيد عن اي مشاكل، لانه عنده هدف معين. فبالتالي الفريق والجمهور مستني يشوف الفريق بقى هيعمل ايه في الملعب، احنا بعيد عن النظر بقالهم فتره، فان شاء الله كل الناس منتظره ده، خصوصا بعد كاس العالم الفريق بقى له الدوري واقف، فبالتالي الناس مشتاقه انها ترجع تشوف الفريق بالشكل الجديد وبتوب الجديد، وباذن الله بالاصرار على الفوز اللي هيبان النهارده ان شاء الله. يا دكتور، ان شاء الله نبارك لك باذن الله بعد المباراه. ميرسي جدا، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. مستمرين معاك زميلي امير، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اجواء اكثر من رائعه هنا في معسكر او فندق الاقامه للفريق النادي الاهلي. بنستطلع الراي كالعاده، ظروف المباراه، الظروف الصعبه. لو باخد رايك طبعا في البدايه دكتور، بالنسبه للمباراه النهارده المباراه غايه في الصعوبه، لكن ثقه كبيره عندنا في اللعيبه وكمان في جمهور النادي الاهلي هيكون متواجد. اعتقد ان شاء الله يعني الجلسه بتاعه الكابتن محمود الخطيب مع اللعيبه اول امبارح كان هيبقى ليها صدى كبير جدا النهارده، وان شاء الله باذن الله انا شايف ان المعسكر ماشي كويس قوي، واللعيبه هتعمل ماتش كويس قوي النهارده، لان النادي الاهلي نفسه محتاج ال 90 دقيقه من اللعيبه النهارده ان هم يقفوا جنبه. وانا كمان بوجه رساله للجماهير ان هي تشجع الاهلي بقوه جدا بعيد عن اي خروج عن النص، لان احنا طول عمرنا ملتزمين وندي مثال يحتذى به للتشجيع الكره المصريه. رساله للعيبه سريعه ان شاء الله على الملعب. هقول لهم اعرفوا قيمه ناديكم ودافعوا عن بطولتنا المفضله، ان شاء الله نبقى في كاس العالم للانديه السنه الجايه. شكرا. سريعا لو بتقول رساله للعيبه للجمهور، بتشوف المباراه ازاي؟ حابب تقول ايه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي؟ والله اللعيبه عندهم تحدي كبير ان هم تاني يرجعوا الفرحه للجمهور بعد كاس العالم. في تحدي جامد للعيبه خاص ببطوله كبيره زي بطوله افريقيا غايبه عن النادي بقى لها فتره، فانها ترجع تاني، فاحنا ان شاء الله واثقين في اللعيبه، اللعيبه رجاله. الجمهور، جمهور الاهلي اوعى وادرى من اي نصيحه بخصوص التشجيع المثالي. الناس كلها عارفه ان اي
تشجيع مثالي هيبقى مكسب للاهلي، ودي قوه الاهلي قصاد منافسين. اي سلوك مش مرغوب فيه ده مكسب للمنافسين قبل ما يبقى مكسب للاهلي. كلنا حريصين ونفسنا ان الجمهور يرجع تاني. يمكن كاس العالم في روسيا كان مصدر الهام ان الناس ازاي التشجيع وازاي الجمهور من فرق مختلفه متعايشين مع بعض في سلام. في الاخر دي كوره، الكوره هدفها المحبه والسلام، والناس كلها تقدر ترتقي في اخلاقها وتقدر تحقق افضل حاجه. فان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. شاكر جدا، يلا بالتوفيق. كل الشكر والتقدير من جديد لزميلي امير، سواء لدكتور مهند مجدي، لدكتور شريف فؤاد، كمان احد مشجعي النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين النهارده حتى هذه اللحظه في فندق الاقامه. لكن انا معاك امير لو في اي استفسارات اتفضل امير. طبعا في البدايه كريم انا بشكرك جدا على اللقاءات الهامه اللي انت عملتها من خلال تواجدك في مقر اقامه فريق النادي الاهلي وقبل التحرك لملعب المباراه. لكن طبعا عايزين نستغل وجودك معانا ونطمن اكتر على الفريق، حالته المعنويه، حاله التركيز بالنسبه له عامله ازاي، كمان من خلال مران الامس وانت اكيد اتفرجت عليه. طمنا بشكل عام يا كريم على الفريق وطمن كل جمهور النادي الاهلي. عايز اقول لك هنا يمكن زي ما قلنا يمكن امس تفاؤل حذر، لكن في اصرار وتركيز كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي من اول يوم هنا في المعسكر امير. طبعا يوم السبت كان في حاله من السيطره الكبيره جدا فرضها الكابتن محمد يوسف مستر باتريس الكارتيرون. المباراه يمكن عارفين نقطه وحيده النادي الاهلي، اللعيبه كلها هتبذل اقصى ما في الساعه النهارده ان شاء الله في هذه المباراه، ويبقى التوفيق ان شاء الله النهارده زي ما قلنا يكون مع الطاقم الجزائري اللي هيخوض النهارده هذه المباراه، يدينا حقنا بلغه الكوره، وايضا كمان ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. صباحا طبعا النهارده يمكن تناول لاعبي النادي الاهلي الفطار كالعاده، ما بعدها طبعا وجبه الغداء. كابتن محمود الخطيب يمكن وصل في الساعه 5 رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، هيكون في اجتماع سريع ويمكن حث اللاعبين كالعاده من مجلس اداره النادي الاهلي متمثل في رئيس النادي. يمكن هو اجتمع معاهم خلال يمكن اول امس، كانت رسائل تحفيزيه كبيره جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، واكدنا قلنا يمكن الكابتن حسام عاشور كان تحدث سماعي امس، قال يمكن كان لها مردود كبير على كل اللعيبه على الجمهور، وكان نتمنى نكون المباراه في نفس التوقيت، يمكن المباراه تكون في اليوم التالي على طول، نظرا للشحنه المعنويه الكبيره جدا التي طالت كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. بنتمنى زي ما بنقول كمان النهارده كل جمهور النادي الاهلي يكون في مؤازره مستميته على فريق النادي الاهلي. 3 نقاط النهارده غايه في الاهميه ويكونوا من نصيب النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان وصل مع الكابتن محمود الخطيب، الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، الدكتور مهند مجدي، المهندس محمد سراج، اعضاء مجلس الاداره متواجدين. الحاله مطمئنه، الحاله ان شاء الله باذن الله النهارده الحاله المعنويه للاعبين اللي شفناه الامس. مستر باتريس طبعا او الاتحاد الافريقي كالعاده بيبقى فيه 15 دقيقه متاحه لكل وسائل الاعلام، لكن كان في حرص كبير جدا بعد انتهاء ال 15 دقيقه ان مستر باتريس كل وسائل الاعلام تغادر الملعب، لان كان في تكتيك معين طبعا هيحاول ان هو ينفذه في هذه المباراه. وعايز اقول لك كمان يمكن اللي شفناه ولمسناه وتابعناه من خلال التدريبات تشكيل النادي الاهلي اللي ان شاء الله يمكن بنسبه كبيره جدا جدا هيكون متواجد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول في خط المنتصف. بالظبط يا امير، يمكن طبعا جمهور النادي الاهلي متعطش ان هو يسمع التشكيل، بنقول يمكن التشكيل ده هو الاقرب والاقرب جدا لهذه المباراه نظرا لجاهزيه كافه اللاعبين اللي هنقولهم. ارجع معاك تاني، الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي، سعد سمير، ايمن اشرف، علي معلول في خط الظهر، في المنتصف عمرو السوليه وحسام عاشور، على الاطراف مؤمن زكريا، وليد سليمان، وجونيور اجاي، ووليد ازارو. يمكن هي دي اللي احنا شفناها سواء في تدريب الامس او بشكل عام مستر باتريس بيجهز بشكل كبير منذ وصوله هنا في برج العرب من يوم السبت. هؤلاء اللاعبين ان شاء الله اللي هيكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. ويمكن كنا متواجدين في الاجتماع الامني في المؤتمر الصحفي، التعليمات كلها بتصب بالشكل العام، النادي الاهلي هيلبس احمر في الابيض في الاحمر، على الطرف الاخر فريق تاون شيب هيلبس الازرق في الازرق في الازرق، امور اعتياديه في الاجتماع الفني. المؤتمر الصحفي طبعا اكيد كان في بعض التساؤلات عن مدى جاهزيه الفريق، مستر باتريس كارتيرون جاوب باستفاضه كبيره جدا على الاستفاده الكبيره اللي هو استفادها من معسكر كرواتيا، العوده كمان هنا في برج العرب. كل الامور زميلي امير ان شاء الله تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي، واكيد اكيد اكيد املنا كبير جدا في جمهور النادي الاهلي اليوم ان يدخل المدرجات لتشجيع النادي الاهلي فقط من اول دقيقه لاخر دقيقه كعاده جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا زميلي امير. سريعا يا كريم، سؤالين، الاقرب في خط هجوم النادي الاهلي اللي يقود الفريق في خط الهجوم هيكون صلاح محسن ولا وليد ازارو من خلال متابعتك لمران الاخير بالنسبه للفريق؟ وايضا عايز اسالك عن المحاضره الفنيه الاخيره هتبتدي امتى، والتحرك بالظبط هيكون الفريق امتى؟
لو بس برجع معاك لسؤالك الاول، وليد ازارو كان ظاهر بشكل رائع جدا خلال التدريبات، كان في تعليمات تمام مستر باتريس تحدث معاه بشكل فردي، ده اللي احنا نقدر نقول ان وليد ازارو وجونيور اجاي هيكونوا في خط الهجوم ان شاء الله اللي هيبدا هذه المباراه. المحاضره الفنيه الاخيره اللي هتكون هنا طبعا في معسكر فريق النادي الاهلي هيكون في الساعه 7:45 او الساعه 7، لان النادي الاهلي هيتحرك من هنا الى ملعب برج العرب في الساعه 7:15 كالعاده. طبعا الاجتماع الفني كان ليه تاكيد الوصول قبل 90 دقيقه وقبل ساعه ونص، فالتزاما طبعا بتعليمات الاتحاد الافريقي النادي الاهلي هيتحرك هنا من فندق الاقامه الساعه 7:15 ان شاء الله باذن الله. زي ما بقول لك كل الامور مهيئه، كل الامور ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي، وبنتمنى ان شاء الله النهارده نفرح مع جمهور النادي الاهلي عقب انتهاء هذه المباراه ان شاء الله. زميلي كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا على كل المجهود اللي انت بتبذله بصراحه في الاسكندريه ومقر اقامه الفريق، ويعني قلت لنا كل الاخبار وكل استعدادات النادي الاهلي بشكل كبير جدا. بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه ان شاء الله. الكل بيستعد بشكل كبير جدا، في حاله من التركيز الكبير جدا اكيد على اللاعبين، مدركين بشكل قوي المرحله او الظروف الصعبه اللي بيمر بها الفريق في هذه البطوله وبدايات دوري المجموعات. ان شاء الله يتم تدارك هذا الموقف من خلال مباراتي تاونشيب، بس مش مباراه النهارده، لا ان شاء الله المباراه بتاعه النهارده نقدر نفوز بثلاث نقاط، والمباراه اللي بعد 10 ايام كمان نقدر نفوز بثلاث نقاط اخرى علشان نوصل نقطه رقم 7 ونعدل موقفنا شويه في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني بنشكر زميلنا كريم احمد شكرا جزيلا. يمكن زي ما بقول في البدايه يمكن معايا الدكتور طبعا شريف فؤاد المتحدث الاعلامي طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي، لكن قبل ما اروح للدكتور شريف فسريعا، اجواء مطمئنه، الحاله المعنويه مرتفعه جدا، في تركيز شديد هنا داخل معسكر فريق النادي الاهلي، وصول الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، دكتور مهند مجدي، مهندس محمد سراج الدين اعضاء مجلس الاداره بيصلوا بالتتابع طبعا هنا لمؤازره فريق النادي الاهلي كالعاده. لكن لو بنروح طبعا للدكتور شريف فؤاد، برحب بيك طبعا دكتور في البدايه، مباراه غايه في الصعوبه غايه في الاهميه، لكن حاله التركيز اللي احنا شايفينها يمكن الامور بالنسبه لنا ان شاء الله تصب في المصلحه، جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير جدا. عايز ابدا معاك مع المباراه، كيف تراها بخبرتك الكبيره، والنادي الاهلي النهارده ممكن يحقق ايه في المباراه دي؟ انا اولا بشكرك كريم، شكرا جزيلا على وجودك وعلى تعبك وعلى يعني تعب فريق العمل، وتحياتي الامير في الاستوديو لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. يعني خليني اقول لك بروح الجمهور وبروح المشجع، هي مباراه مهمه جدا. النادي الاهلي موفر كل الامكانيات او مجلس الاداره للجهاز الفني اللي بيشتغل في حال تركيز كامل، وان شاء الله يعني الفريق يؤدي مباراه طيبه ويحقق طموح الجماهير، وتكون بداية لعودة الحقيقة الفوز المتتالي في هذه المجموعة الصعبة أو اللي يعني موقعنا فيها في حال ما يرضيش جمهور النادي الأهلي. لكن في حالة من التفاؤل خليني أقول لك، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضرتك قلت يعني يمكن وصل ظهرا، ان شاء الله هيلتقي اللاعبين اللي تحفزهم، التقى بيهم ايضا اول امبارح، مجلس الاداره كله على قلب رجل واحد زي ما انت ذكرت، مهند مجدي واسم محمد سراج، اضيف كمان خالد مرتجي وخالد درندري مع حفظ الالقاب طبعا كلهم وصلوا، الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي منتظر ايضا ان ينضم لينا، الاستاذ ابراهيم الكفراوي وطارق انديل ومحمد الجرحي، الدكتوره رانيا علواني يمكن، ومحمد الضماطي لظروف السفر ربما لن يتمكنوا من الانضمام، جوهر نبيل ان شاء الله موجود. فالحقيقه انه مجلس اداره النادي الاهلي كله بيوفر الدعم المعنوي واللوجيستي للفريق. جمهور الاهلي متعطش، يعني احنا الحقيقه سعداء واحنا جايين من القاهره طول الطريق بنشوف جمهور الاهلي جاي في سيارات مجمعه وفي اتوبيسات، وقفنا واتكلمنا معاهم، كان يعني كنت في نفس السياره اللي فيها الدكتور مهند مجدي والمهندس محمد سراج، وكان الكابتن عبد الزاد الشافي المدير الرياضي ايضا كنا بصحبته. الجمهور الحقيقه في رحله لطيفه جدا، سالناهم يعني اذا كانوا تعرضوا لاي مشاكل لاي مضايقات، بالعكس كانوا مبسوطين وبيغنوا. رجال الامن الحقيقه مديريه امن اسكندريه ورجال المنطقه الشماليه العسكريه ايضا القوات المسلحه بيبذلوا جهد كبير جدا، احنا بنشكرهم الحقيقه، تعاون كامل بين النادي الاهلي وبين كل الاجهزه بحيث ان هذه المباراه تخرج بالصوره اللي تليق في ظل حضور جماهير صحيح قليل وما يرضيش طموحنا، لكن مستقبلا ان شاء الله تكون مباراتنا في القاهره وفي ظل حضور جماهيري كبير بعد ان استوعب في تقديري الجمهور وبعض العناصر القليله الدرس،
والمشكله اللي حطونا فيها بعد مباراه منانا. احنا بنبدا بدايه جديده، بنراهن على جمهورنا، كلنا ثقه انه سيوفر الدعم الكامل النهارده للفريق بالتشجيع اللي دايما بيميز جمهور النادي الاهلي، الروح الرياضيه والمثل والقيم، بعيدا عن اي سجال او مهاترات او التعرض لاي جهه او شخص. فلا انا متفائل، وان شاء الله بنتمنى انه الفريق الاول النهارده يعني يفرح هذه الجماهير ويخرج بنتيجه كبيره تريحه في مباراه العوده وفي باقي مباريات المجموعه ان شاء الله. توضيح سريع ومهم لازم ناخده من حضرتك، الجمهور يمكن الناس اجتهدت شويه وقالت ان في جمهور اتخذ والشرطه بتتعامل مع الجمهور بشكل غير لائق، لكن عايزين نوضح الامر ده لانه مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي. خليني اكون امين معاك، على ما يبدو انه اللجان الالكترونيه والسوشيال ميديا ما زالت تلعب دور في محاوله بث الفرقه واثاره القلاقل في هذا البلد، مش بس بين اوساط جماهير النادي الاهلي وبين جهاز الشرطه. اللي حضرتك بتقوله ده وصل لنا الحقيقه واحنا في الطريق. المدهش انه كنا بنقف في كل نقطه، يعني كان حريص المهندس محمد سراج والدكتور مهند مجدي وانا معاهم وكمان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي في ان احنا كل ما نجد نقطه فيها جمهور او مكان استراحه ينزل اعضاء مجلس الاداره ويتكلموا معاهم ويسالوهم اذا كانوا تعرضوا لاي مضايقات، هل معاهم تذاكر، الاجراءات الامنيه. الكل اشاد قالوا لا احنا جايين في رحله ما فيش اي امن تعرض لينا، الناس بيتاكدوا بس ان احنا معانا التذاكر وبيساعدونا وفي معامله راقيه ومحترمه جدا من اجهزه الامن. فانا باكد لك كريم ان دي محاوله الحقيقه من بعض هواة الصيد في الماء العكر على مواقع السوشيال ميديا لاثاره المشكله واثاره فتنه، واحنا بنحذر من مثل هذه الامور وجمهور الاهلي واعي. والحقيقه لم يتم توقيف اي يعني عضو من جماهير النادي الاهلي او اي مشجع من جماهير النادي الاهلي في الطريق، بالعكس احنا لغايه ما عدينا على الاستاد وصلنا للفندق هنا مقر اقامه الفريق الاول، الحقيقه الناس في منتهى السعاده ومفيش اي مشاكل. واحنا اتكلمنا مع رجال الشرطه الحقيقه في الطريق كل تعاون وبيبذلوا جهد خرافي، واجبنا ان احنا نساعدهم لان هم بالاساس جايين يامنونا. فلا انا باكد لك انه الجمهور في خير حال، مفيش اي تعرض لاي حد، اجهزه الامن والشرطه والقوات المسلحه بتؤدي دورها على اكمل وجه، احنا بنحييهم وبنشكرهم الحقيقه. شكرا. اخبارنا ولسه بنتكلم عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي اكيد خلاص كله بيستعد لمباراه اليوم واللي هتنطلق في تمام الساعه 9 مساء باستاد الجيش ببرج العرب. مستر باتريس كارتيرون يمكن قال ان لدينا دوافع كثيره للفوز على تاونشيب. اكيد مستر باتريس كارتيرون بالنسبه له كمان ليه دوافع شخصيه مهمه جدا، اول مباراه للراجل مع النادي الاهلي، اول مباراه رسميه يحاول من خلالها ان شاء الله ان هو يحقق فوز جيد واداء جيد بالنسبه للفريق، وخصوصا ان من خلال المباراه دي هتكون انطلاقه جديده للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، شيء مهم جدا في ظل تواجد 10,000 من جمهور النادي الاهلي في المدرجات، ان النادي او الفريق يظهر بشكل مناسب وبشكل جيد وكمان يحقق نتيجه جيده، وده الاهم. يعني طبعا النهارده النتيجه اهم بشكل كبير جدا من الاداء، ممكن التجانس ما بين الجهاز الفني واللاعبين ممكن ما يكونش وصل لنسبه 100%، لكن ان شاء الله مباراه النهارده الاهم منها النتيجه. وقال مستر باتريس كارتيرون الدوافع عديده طبعا بالنسبه له وبالنسبه كمان للاعبي فريق النادي الاهلي، وقال ان هو واثق بشكل كبير جدا في اللاعبين، وهو قال بالنسبه لهم او من خلال كلامه مع اللاعبين ان احنا عندنا هدف واحد بس وهو الفوز في المباراه، وده طبعا اللي اعتاد عليه كل لاعبي النادي الاهلي في اي مباراه سواء وديه او رسميه، ما بالك كمان مباراه النهارده باهميتها، بيبقى الهدف الاساسي كمان هو الفوز. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني وللاعبين في هذه المباراه الهامه جدا. ايضا في نفس السياق يمكن شريف اكرامي حارس النادي الاهلي قال لدينا من الخبره ما يؤهلنا للفوز على بطل بوتسوانا. شريف اكرامي طبعا لاعب كبير ومهم جدا وحارس مرمى النادي الاهلي، ممكن ما يكونش هو اللي هيكون اساسي النهارده في ظل تواجد محمد الشناوي وتالقه خلال الفتره الاخيره مع النادي الاهلي وايضا مؤخرا مع النادي او مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، لكن شريف إكرامي بخبراته الكبيرة حقق كل البطولات مع النادي الأهلي وشارك في كأس العالم للأندية، قال إن احنا جاهزين جدا لمواجهة بطل بوتسوانا، مركزين بشكل كبير جدا، قال إن احنا كمان مرينا بالموقف ده في 2013، النادي الأهلي كان اتعادل مع الزمالك وخسر من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في هذا التوقيت، فبالتالي كان نفس الموقف تقريبا، الأهلي كان عنده نقطة واحدة بس، ومع ذلك النادي الأهلي قدر إن هو يحقق
هذه البطولة الغالية، ويمكن كانت آخر بطولة للنادي الأهلي في مشواره في بطولات دوري أبطال أفريقيا. نتمنى إن شاء الله يكون بطولة جديدة تضاف من خلال هذا الموسم، بعد ما قدر النادي الأهلي الموسم الماضي إن هو يوصل للنهائي لكن ما كانش فيه توفيق. إن شاء الله من خلال اللي متابعينه ومن خلال شيف إكرامي كمان كلامه المهم جدا مع اللاعبين، أكيد اللاعبين الكبار ليهم طبعا دور كبير في نقل خبراتهم الكبيرة للاعبين اللي ممكن ما يكونوش حققوا البطولة دي قبل كده. طبعا اللقطات اللي احنا شايفينها دي كان نهائي الاهلي اورلاندو بايرتس، وكان في استاد المقاولون العرب، وقدر النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراة وحقق بطولة دوري ابطال افريقيا للمرة التامنة في تاريخه. ان شاء الله السنة دي تبقى المرة التاسعة، والنجم رقم 9 على التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي في البطولات الافريقية. فكنا بنتكلم عن شريف اكرامي، اكيد ليه دور مهم جدا مع اللاعبين الكبار ان هم ينقلوا خبراتهم بشكل كبير للاعبين اللي ممكن ما يكونوش عندهم خبرات كبيره في بطوله دوري ابطال افريقيا، عشان يقدروا ان شاء الله ان هم يعدوا هذا الموقف الصعب. وقال طبعا شريف ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادرين بشكل كبير ان هم يعدلوا مسار الفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا، وده اللي بنتمناه وده اللي ان شاء الله مستنيينه من خلال فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي والجهاز ان شاء الله من خلال مباراه اليوم. نروح لخبر اخر، والكاف بيتكلم عن مباراه الاهلي وتاونشيب، وقال بالنسبه للنادي الاهلي هي مباراه الفوز او الوداع. هي حقيقه بصراحه، يعني النهارده النادي الاهلي لو لا قدر الله ما خسرش مباراه او ما كسبش مباراه اليوم هيودع البطوله بنسبه يعني تفوق ال 99%، هيكون الامور خلاص اتصعبت بشكل كبير قوي. فبالتالي من هنا جايه اهميه المباراه، بالتالي كمان من هنا جاي تصريح الكاف النهارده على الموقع الرسمي الخاص بيه، وقال ان النادي الاهلي عنده مباراه غايه في الاهميه، تحدي كبير جدا من خلال مباراه تاونشيب النهارده. النادي الاهلي ما فيش امامه غير الفوز وحصد الثلاث نقاط. فطبعا قالوا كمان ان النادي الاهلي لو خسر هذه المباراه هيكون الامور بالنسبه له صعبه، فبالتالي الفريق بيسعى للفوز وتحقيق الثلاث نقاط علشان يعود النادي الاهلي كالعاده للمنافسه على بطوله دوري ابطال افريقيا. زي ما احنا متعودين دايما النادي الاهلي دي البطوله الاهم والابرز بالنسبه له وبالنسبه لكل جمهور الفريق اللي بيستنى هذه البطوله بفارغ الصبر، وخصوصا بعد مرور 5 سنين من غير تحقيق هذا اللقب الافريقي الغالي. فان شاء الله باذن الله ما يكونش النهارده وداع بالنسبه للنادي الاهلي، النهارده هتكون انطلاقه جديده للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا وتعديل المسار، وده شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيسعى بشكل كبير ان هو يفرح بالمستوى بالنسبه للفريق وايضا بالنتيجه النهارده، واللي هي اهم شيء بالنسبه لكم كل جمهور النادي الاهلي. في نقطه بس عايزين نتكلم فيها وتخص جمهور الفريق واللي هيحضر المباراه النهارده واللي بيسافر سواء جاي من القاهره او مختلف المحافظات، وايضا الجمهور الاهلاوي المتواجد في الاسكندريه بالنسبه لهم برج العرب قريب. فبالتالي الرساله المهمه جدا واللي قالها يمكن استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي وايضا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره، ان مهم جدا ان جمهور النادي الاهلي يركز مع اللاعبين ويركز مع الفريق دون التركيز في اي حاجه تانية. احنا الاهم بالنسبه لنا دلوقتي كاهلاويه ان احنا ان شاء الله نكسب، ناخد 3 نقاط، نبقى مستريحين شويه عشان الماتشات الجايه نقدر ان احنا ننافس على البطوله وعلى الصعود طبعا من خلال احد بطاقتي هذه المجموعه سواء الاول او الثاني. الاهم ان احنا نصعد لدور الثمانيه، فبالتالي المؤازره مهمه جدا للفريق فقط لا غير. اهم حاجه ان شاء الله نشجع لاعبتنا، حتى الامور بالنسبه لنا لو مع بدايه المباراه مش ماشيه قوي ولا حاجه ان شاء الله معتادين ان النادي الاهلي ممكن يكسب في اخر لحظه، وزي ما احنا متعودين في الدقيقه 90 جبنا اهداف كتير جدا. فالمؤازره لغايه اخر دقيقه، وده شيء مش محتاج جمهور النادي الاهلي يعرفه، هو جمهور النادي الاهلي دايما عود الناس كلها على مؤازره الفريق لاخر لحظات المباراه. فبالتالي ان شاء الله نتمنى من جمهور النادي الاهلي كل الالتزام والتشجيع بكل حماس لاعبي ونجوم النادي الاهلي والجهاز الفني، عشان ان شاء الله تبقى بدايه قويه وبدايه جديده للنادي الاهلي في هذه البطوله زي ما قلنا. خلينا نروح نشوف توقعات جمهور النادي الاهلي مباراه تاونشيب، واللي اكيد مستني جدا هذه المباراه، نشوف توقعاتهم ايه ونرجع مره ثانيه. بالنسبة لنا كجمهور هو رمز التحدي في مصر، احنا بنحب الاهلي جدا، دايما بيفرحنا ودايما النصر اللي بيجي من بعيد بيبقى حلو، واحنا متوقعين من الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يجيب النصر من بعيد. 2013 عملناها، كان معايا الكابتن محمد يوسف، ان شاء الله ان شاء الله نعملها في 2019. املنا في ربنا كبير مع حد مهم زي كابتن محمود الخطيب، عنده خبرات وان شاء الله هيدعم اللعيبه نفسيا ومعنويا.
املنا في ربنا كبير اولا، ثم مجهود اللعيبه اللي احنا واثقين ان هم رجاله، وان شاء الله يعني ينسونا اللي حصل في كاس العالم كنا عشمانين فيه، فان شاء الله هم ينسونا الكلام دوت ويرجعوا لنا ان شاء الله. ان شاء الله الماتش النهارده يكون اول نقطه ان شاء الله، ان شاء الله ثلاث نقط ان شاء الله يكونوا يعني اول حاجه تمهيدا ان شاء الله ان احنا نرفع كاس افريقيا ان شاء الله. يعني انت من الاهلاويه اللي بتحب النادي الاهلي جدا، كمان تيشيرت النادي الاهلي، يمكن انت لابس تيشيرت النادي الاهلي في الفندق، لكن عايز اقول لك بالجمهور اللي هيحضر، لو في رساله بنوجهها للجمهور، بتشوف النهارده دور الجمهور الكبير النهارده في مسانده النادي الاهلي؟ جمهور الاهلي هو جمهور الاهلي، مش محتاج مساعده. بص، جمهور الاهلي ده هو احلى حاجه في مصر والله العظيم، لا رياء ولا اي، هو احلى حاجه، فهو ورده مصر، فهيفضل واقف ورا فرقته، كاسب متعادل لا قدر الله هيفضل واقف ورا فرقته. الاهلي طول عمره رافع راسنا، واحسن فرقه في مصر وفي افريقيا الحمد لله رب العالمين، فاحنا بنحبه ايا كان الوضع، ما عندناش مشاكل ان شاء الله، ما فيش اي حاجه هتحصل. جمهورنا جمهور واعي وبيفهم كوره والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يزيد مصر امان وخير ان شاء الله ان شاء الله. قول لي بقى النهارده مين اللي هيجيب اجوان، وتتوقع مين اللي يعني نكسب النهارده كام؟ قول لي النهارده المباراه بالنسبه لك ايه؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب، وعندي حزن اللي هيجيب الاجوان ازارو ومؤمن زكريا ووليد سليمان. الماتش هيخلص 3-1. طبعا يعني اللعيب النادي الاهلي عودنا دايما اللي هو دايما المواقف الصعبه ان هو دايما كده يعني بيظهر، دي مواقف ابطال افريقيا ان شاء الله. واللعيبه انا من خلال تواجدي معاهم شايف في اصرار من اول الجهاز الفني واللعيبه والاداره ان اسعاد الجماهير، بس انا ليا طبعا حضرتك رجاء يعني لجمهور النادي الاهلي، الالتزام وتكبير اداره النادي الاهلي اللي هي بتسعى لعوده الجمهور من اجل امتاعنا احنا كجماهير النادي الاهلي يعني. فاتمنى ان شاء الله من اولهم احنا طبعا نلتزم ونشرف اداره النادي الاهلي، عشان في الفتره الجايه النهارده 10,000 بكره 20,000 بعده 30,000، لان اي حاجه بقى احنا جايين نشجع النادي الاهلي، جاي مالناش دعوه باي اطارات ثانيه، فلازم نشرف النادي. وبعدين العقوبات اللي بتيجي على النادي الاهلي وعلى حسابي كمشجع، انت جاي تشجع كوره، فاتمنى من جمهور النادي الاهلي يلتزم ويبقى وجهه مشرفه لمصر قبل اي حاجه، ونبقى طبعا عند حسن ظن اداره النادي الاهلي اللي بتسعى لعوده جمهور النادي الاهلي من اول كابتن خطيب لحد اصغر واحد في النادي الاهلي، فنتمنى ان هم يلتزموا وان شاء الله نبقى اضافه للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. ذكر الكابتن خطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وحضوره النهارده، يمكن انت التقطت بعد الصوره التذكاريه معاه كحب كبير لكابتن محمود الخطيب، لكن لو بقول لك الكلمات سمعتوها ازاي للجمهور، الكلام مع اللعيبه سمعتوه ازاي، وبينعكس عليكم ازاي كواحد من جمهور النادي الاهلي؟ والله الحمد لله، طبعا كابتن كان عامل لقاء قوي جدا في قناه النادي الاهلي عندكم، كلام محترم القى ارتياح لينا كجمهور النادي الاهلي، عرفنا ان النادي الاهلي هو المبادئ وهو اللي عودنا دائما، ما بيردش من خلال المحاضرات والاعلام، بيرد يعني ادبا واخلاقا، فكابتن خطيب عودنا دائما واداره النادي الاهلي على مر التاريخ بجميع يعني قياداتها ان هي بترد بادب وباحترام طبعا، فاحنا بنشكر كابتن خطيب لان احنا شعرنا باطمئنان لما القى الكلمه، واحنا واثقين جدا في كابتن خطيب لن يضيع حق النادي الاهلي في اي موقف من المواقف، فان شاء الله يعني جت حاجه اسعدتنا، وان شاء الله مزيد للتالق للنادي الاهلي، وربنا يفرحنا ونصعد وناخد بطوله افريقيا ان شاء الله. رساله اخيره لكل لعيبه النادي الاهلي حابب تقول لهم؟ والله انا بقول لهم ان شاء الله باذن الله تقاتلوا من اجل جمهور النادي الاهلي اللي بيعشقكم، من اجل اداره النادي الاهلي اللي بتدعمكم وبتحاول توفر لكم المناخ المحترم مع جهاز فني محترم، اتمنى من اللعيبه ان هم يبقوا عند حسن الظن زي ما عودونا طبعا، وان شاء الله يحتفلوا معانا بالصعود والفوز ببطوله افريقيا، وانا متفائل باذن الله. وجود الكابتن محمد يوسف لو تفتكر 2013 كنا بنتعرض بنفس الموقف، وقدر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وكابتن محمد يوسف والحاوي والمجموعه اللي موجوده يصعدونا، وخدنا واحتفلنا كلنا، فنتمنى يعني ان شاء الله يفرحونا وزي ما عودونا دايما. يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل الاهلاويه، نقدر نفوز بمباراه مهمه جدا والفريق يسعدنا كلنا كاهلاويه، ونقدر نحصد 3 نقاط تفرق مع الفريق ان شاء الله في مشواره في هذه المجموعه، ومن ثم المنافسه على هذه البطوله الهامه. كل الناس بتقول يا رب ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي.
لسه مستمرين مع اخبار النادي الاهلي، وبكره ان شاء الله الفريق هيبقى راحه، هيكون في راحه 24 ساعه بالنسبه للنادي الاهلي بعد انتهاء من مباراه اليوم اللي ان شاء الله نكون فزنا فيها، هيكون في راحه 24 ساعه بالنسبه للاعبين، وبعد بكره مباشره يستأنف الفريق استعداداته للمباراه الثانيه امام فريق تاون شيب، والفريق طبعا هيفضل او هتستمر استعداداته حتى يوم 24 يوليو الجاري، وهو ده يوم السفر لبوتسوانا عشان الفريق ان شاء الله يستعد للمباراه المقرر ليها يوم 28 يوليو الجاري. فبالتالي مستر باتريس كارتيرون كابتن محمد يوسف الجهاز المعاون قرروا ان بكره يكون راحه بالنسبه للاعبين علشان ما يبقاش في اجهاد كبير ان شاء الله، وخصوصا من المتوقع ان الفريق يبذل مجهود بدني وفني كبير جدا خلال مباراه اليوم، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. نروح لخبر اخر ويخص لاعب النادي الاهلي رامي ربيعه، واحد نجوم الفريق، واللي يمكن من فتره طويله جدا رامي ربيعه ما بنشوفهوش بسبب الاصابه، زي ما احنا عارفين كان عنده اصابه في قطع في العضله الضمه، ودي بتبقى صعبه جدا وبتاخد فتره ووقت طويل جدا، وايضا كان عنده بعض الالام في الحوض. رامي ربيعه في الفتره دي متواجد في المانيا مع الطبيب المعالج ليه، ويمكن الفتره دي هو خلاص خد حقنتين جداد بلازما في المانيا، ودي عشان تساعد في سرعه واستشفاء رامي ربيعه بنسبه 100%. لاعب من اهم اللاعبين المتواجدين في مصر في خط الدفاع، واكيد مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الطبيب المعالج لرامي ربيعه وبالمناسبه هو طبيب المنتخب الالماني اشاد بتحسن حالي اللاعب ونجاحه في السير بشكل مثالي في تنفيذ البرنامج التأهيلي اللي تم وضعه ليه. وأكد الطبيب كمان أن حالة رامي ربيعة تحسنت كثيرا عن زيارته المرة السابقة، مشيرا إلى أنه يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي، وباتت حالته أفضل بشكل ملحوظ. زي ما احنا عارفين رامي ربيعة خلال أيام كمان هيرجع القاهرة عشان يكمل برنامجه التأهيلي، إن شاء الله هتكون آخر مرحلة بالنسبة له هي الفترة الجاية لما هيكمل البرنامج الخاص به في القاهرة، وبعديها إن شاء الله مباشرة يكون لائق للمشاركة في التدريبات الجماعية، بالتالي إن شاء الله نقدر نستفيد من رامي ربيعة في المباريات الرسمية. إن شاء الله نتمنى لرامي كل التوفيق، لاعب حظه وحش شوية ما بيشاركش في المناسبات الكبيرة سواء بالنسبة للنادي الأهلي أو كمان لمنتخب مصر، ما شاركش في بطولة الأمم الأفريقية، ما شاركش في كأس العالم، إن شاء الله نتمنى له حظ جيد الفترة الجيدة أو الفترة القادمة متأسف، وأيضا حظ جيد في حصد المزيد من البطولات مع النادي الأهلي، ويقدر إن شاء الله الفريق يستفاد منه بشكل كبير. نروح لخبر اخر ولسه متواجدين مع النادي الاهلي، احنا خلاص كده خلصنا اخبارنا الخاصه بالفريق الاول، لكن نروح بقى لقطاع الناشئين، وكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي قال ان 19,000 ناشئ تقدموا لاختبارات الاهلي، طبعا عدد كبير جدا 19,000، ده معناه ان اكيد كل الناشئين بيبقى طموحهم الاول ان هم ينضموا للنادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا، كله بيحلم ان هو يطلع لعيب كوره وبالتحديد انه يمثل التيشيرت النادي الاهلي ويرتدي هذا القميص الهام جدا، واكيد حاجه هتضيف لكل لاعب، حتى لو اكتفى بمرحله الناشئين بس في النادي الاهلي هيبقى اسمه في يوم من الايام انا لعبت في النادي الاهلي، فدي لوحدها يعني حاجه كبيره جدا. فبالتالي عدد كبير زي ما قال الكابتن فتحي مبروك، 19,000 نادي عفوا 19,000 لاعب كانوا متواجدين في اختبارات النادي الاهلي. قال كابتن فتحي مبروك كمان ان هناك عدد كبير تاهل لمرحله التصفيات التي تقام بنهايه الشهر الجاري وبدايه اغسطس المقبل. كابتن فتحي مبروك كمان بيقول ان هو بنفسه كان بيمر على الاختبارات وبيراقب الاختبارات بنفسه، وده اكيد شيء جيد ومميز، وقال ان احنا ضمينا 120 لاعب من ابناء الاعضاء وهم دلوقتي في المراحل التصفية النهائية، وأوضح أن كل لاعب يحصل على كرة خاصة ويقوم باستعراض مهاراته لمدة من 5 لـ7 دقائق، هو قال إن هو اكتشف لاعبين من مواليد 2009، ويعني الموضوع يمكن جيد جدا، وتواجد عدد كبير من اللاعبين في الاختبارات ده هيساعد النادي الأهلي في اكتشاف العديد من المواهب اللي إن شاء الله تكون مهمة وإضافة للنادي الأهلي خلال المراحل المختلفة المقبلة من خلال التواجد في قطاع الناشئين أو حتى التواجد في الفريق الأول فيما بعد إن شاء الله. شيء مهم جدا اكتشاف المواهب من الصغر، ومصر مليئة بالمواهب، لكن الأهم الناحية الاحترافية والأهم دايما العقلية، ونفسنا كده نشوف لاعبين كبار من مصر ويبتدوا من مرحلة الناشئين بشكل جيد جدا،
ويكونوا او ياخدوا طبعا نجوم كمثل بالنسبه لهم سواء محمد صلاح او غيره اللي بيتالقوا بشكل كبير جدا في الملاعب الاوروبيه. ان شاء الله كل التوفيق لناشئي النادي الاهلي اللي بيختبروا في هذه الفتره في النادي ويكونوا على قد الحدث وان ينضموا ان شاء الله اللي يقدر يثبت نفسه ينضم ان شاء الله للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله. نروح للناحية الاجتماعية داخل النادي الأهلي وفي ندوتين جداد هيكونوا ضمن برنامج عائلة الأهلي وده اللي بتنظمها لجنة المرأة بالنادي برئاسة الدكتور عزة ريان. ندوة هتكون بعنوان حقق أهدافك واستمتع بحياتك في الساعة 8 مساء يوم الجمعة المقبل بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر. الندوة دي هيتم استضافة فيها الأستاذ عماد طلعت خبير التنمية والتطوير بالفيدرالية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للحديث عن كيفية تطوير الذات وتحقيق الأهداف والسعادة لأنفسنا وللآخرين. في نفس الإطار ضمن برنامج عائلة الأهلي ينظم النادي ندوة لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان نحو حياة أفضل ويحاضر في هذه الندوة الأستاذ الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة ودي هتكون في تمام الساعة 6 مساء يوم السبت إن شاء الله في قاعة راتب بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. أكيد ندوات مهمة جدا ومجهود كبير جدا بتقوم به لجنة المرأة داخل النادي الأهلي. نروح بقى لأخبار أخرى وأخبار محلية ونبتدي من اتحاد الكرة اللي بيدرس احتراف جهاد جريشة في الصين. يمكن كابتن جهاد جريشة طبعا حكم الدولي المصري واللي كان متواجد في كاس العالم واللي حكم مباراة انجلترا وبنما واللي انتهت تقريبا بفوز انجلترا بنتيجة 5-1 أو 6-1 في هذا التوقيت على ما أتذكر. فبالتالي جاء له عرض من الدوري الصيني ان هو يكون متواجد ويحكم مباريات الدوري الصيني. طبعا كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكوره قال ان احنا هندرس العرض ده وهنشوف الانسب والاصلح للكره المصريه وللكابتن جهاد جريشه. خبر جيد جدا واكيد نتمنى كل التوفيق والاصلح يتم اتخاذ قرار يكون هو الانسب بالنسبه للكره المصريه وللكابتن جهاد جريشه خلال الفتره المقبله. نروح للكابتن إيهاب جلال أحد المدربين المميزين واللي يمكن تألق بشكل كبير جدا كمدير فني مع فريق مصر المقاصة في العديد من المواسم وقدر أنه يحقق أداء جيد ورائع ونتائج جيدة جدا وكان تولى فترة من الفترات كمان نادي الزمالك لكن فترة كانت قليلة وما كانش موفق فيها لكن هو الراجل جاي له